اللهم اشفهم وعافهم، اللهم اشفهم وعافهم من العين، اللهم اشفهم وعافهم من العين، اللهم اشفهم وعافهم من العين، حرها وبردها وشدتها وبأسها وألمها ووصبها وأذاها وهمها وغمها وكدرها وضيقها، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اشفهم وعافهم، اللهم اشفهم وعافهم، اللهم اشفهم وعافهم من عين معجبة ومن عين حاسدة ومن عين حاقدة، واشفهم وعافهم من عين مؤذية، واشفهم وعافهم من عين متسلطة، واشفهم وعافهم من عين عاشقة، واشفهم وعافهم من عين متجددة، اللهم احفظهم من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وعين العائنين ونظرة الناظرين، يا رب العالمين، اللهم إن كان ما أصابهم بسبب عين حاسدة فاللهم اشفهم وعافهم، فاللهم اشفهم وعافهم من هذه العين وأزلها من أجسادهم، اللهم أبرد حرها، اللهم أزل همها وغمها وأطفئ نارها وشررها، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، اللهم بارك لهم في صحتهم وعافيتهم، اللهم بارك لهم في أزواجهم وذرياتهم، اللهم بارك لهم في مساكنهم ودوابهم، اللهم بارك لهم في تعليمهم وتعلمهم، اللهم بارك لهم في أعمالهم ومصادر رزقهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما اختلف عليه الليل والنهار، اللهم أبطل أثر عين معجبة، اللهم أبطل أثر عين حاسدة، اللهم أبطل أثر عين حاقدة، اللهم أبطل أثر عين مؤذية، اللهم أبطل أثر عين متسلطة، اللهم أبطل أثر عين متجددة، اللهم أبطل أثر عين عاشقة، اللهم أبطل أثر عين مفرقة، اللهم عجل لهم بالشفاء واجمع لهم بين الأجر والعافية، واجعل ما أصابهم ويصيبهم من الهم والحزن والمرض والغم والعين والحسد مغفرة لذنوبهم وتكفيرا لسيئاتهم ورفعة في درجاتهم، اللهم اكفهم شر الحاسدين والحاسدات والحاقدين والحاقدات والعائنين والعائنات والنافثين والنافثات والناظرين والناظرات والعاشقين والعاشقات، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا قوي يا متين، اللهم أبطل سحرا عقد لهم للتفريق بينهم وبين أزواجهم، اللهم أبطل سحرا عقد لهم للتفريق بينهم وبين بيوتهم وذرياتهم،
اللهم أبطل سحرا عقد لهم لحرمانهم من السعادة والعافية. اللهم أبطل سحرا، اللهم أبطل سحرا عقد فذر في الهواء أو جعل في قاع البحار أو في وعر الجبال أو تحت الأشجار والأحجار. اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر، اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر، اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر، فجعل في مشارق الأرض أو مغاربها. اللهم عليك بالساحرين والساحرات والعاقدين والعاقدات والرابطين والرابطات والنافثين والنافثات الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم رد كيدهم في نحورهم وسحرهم وأذيتهم على أنفسهم يا واحد يا قهار. اللهم عليك بمن جاء لهم بالسحر من الساحر والساحرة فجعله في طعامهم وشرابهم أو في فراشهم ولباسهم. اللهم عليك بمن تسلط عليهم وأخذ من شعورهم وأظفارهم أو من ملابسهم وآثارهم فذهب به إلى الساحر والساحرة، فذهب به إلى الساحر والساحرة، فذهب به إلى الساحر والساحرة ليضرهم ويؤذيهم، ليضرهم ويؤذيهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أذهب أسماعهم وأبصارهم واختم على قلوبهم. اللهم أرنا فيهم ما يشفي الصدور ويذهب غيظ القلوب يا رب العالمين. اللهم أبطل سحر التخييل، اللهم أبطل سحر التعطيل، اللهم أبطل سحر التفريق، اللهم أبطل سحر الأذية، اللهم أبطل سحر الأذية والحرمان من العافية. اللهم يا من يزلزل الأرض زلزالها ويخرج من الأرض أثقالها، اللهم زلزل ما عقد لهم من السحر وأخرجه من بطونهم وأجوافهم وأمعائهم وظهورهم ورؤوسهم وسائر أجسادهم. اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر مأكول أو مشروب أو مرشوش أو بخور أو معقود. اللهم أبطله وأحرقه وأخرجه من أجسادهم وبيوتهم ودوابهم ومزارعهم بقدرتك يا ذا القدرة والقوة المتين. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك، بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب
السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامات كلهن من شر ما خلق. أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. 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 اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم،
لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم
مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون اللهم اشفهم وعافهم من العين اللهم اشفهم وعافهم من العين حرها وبردها وشدتها وبأسها وألمها ووصبها وأذاها وهمها وغمها وكدرها وضيقها يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشفهم وعافهم اللهم اشفهم وعافهم اللهم اشفهم وعافهم من عين معجبة ومن عين حاسدة ومن عين حاقدة واشفهم وعافهم من عين مؤذية واشفهم وعافهم من عين متسلطة واشفهم وعافهم من عين عاشقة واشفهم وعافهم من عين متجددة اللهم احفظهم من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وعين العائنين ونظرة الناظرين يا رب العالمين اللهم إن كان ما أصابهم بسبب عين حاسدة فاللهم اشفهم وعافهم فاللهم اشفهم وعافهم من هذه العين وأزلها من أجسادهم اللهم أبرد حرها اللهم أزل همها وغمها وأطفئ نارها وشررها اللهم بارك لهم فيما رزقتهم اللهم بارك لهم في صحتهم وعافيتهم اللهم بارك لهم في أزواجهم وذرياتهم اللهم بارك لهم في مساكنهم ودوابهم اللهم بارك لهم في تعليمهم وتعلمهم اللهم بارك لهم في أعمالهم ومصادر رزقهم اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما اختلف عليه الليل والنهار اللهم أبطل أثر عين معجبة اللهم أبطل أثر عين حاسدة اللهم أبطل أثر عين حاقدة اللهم أبطل أثر عين مؤذية اللهم أبطل أثر عين متسلطة اللهم أبطل أثر عين متجددة اللهم أبطل أثر عين عاشقة اللهم أبطل أثر عين مفرقة اللهم عجل لهم بالشفاء واجمع لهم بين الأجر والعافية واجعل ما أصابهم ويصيبهم من الهم والحزن والمرض والغم والعين والحسد مغفرة لذنوبهم وتكفيرا لسيئاتهم ورفعة في درجاتهم اللهم اكفهم شر الحاسدين والحاسدات والحاقدين والحاقدات والعائنين والعائنات
والنافثين والنافثات والناظرين والناظرات والعاشقين والعاشقات يا رب العالمين يا رب العالمين يا قوي يا متين. اللهم أبطل سحرا عقد لهم للتفريق بينهم وبين أزواجهم. اللهم أبطل سحرا عقد لهم للتفريق بينهم وبين بيوتهم وذرياتهم. اللهم أبطل سحرا عقد لهم لحرمانهم من السعادة والعافية. اللهم أبطل سحرا اللهم أبطل سحرا عقد فذر في الهواء أو جعل في قاع البحار أو في وعر الجبال أو تحت الأشجار والأحجار. اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر فجعل في مشارق الأرض أو مغاربها. اللهم عليك بالساحرين والساحرات والعاقدين والعاقدات والرابطين والرابطات والنافثين والنافثات الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم رد كيدهم في نحورهم وسحرهم وأذيتهم على أنفسهم يا واحد يا قهار. اللهم عليك بمن جاء لهم بالسحر من الساحر والساحرة فجعله في طعامهم وشرابهم أو في فراشهم ولباسهم. اللهم عليك بمن تسلط عليهم وأخذ من شعورهم وأظفارهم أو من ملابسهم وآثارهم فذهب به إلى الساحر والساحرة فذهب به إلى الساحر والساحرة فذهب به إلى الساحر والساحرة ليضرهم ويؤذيهم ليضرهم ويؤذيهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أذهب أسماعهم وأبصارهم واختم على قلوبهم. اللهم أرنا فيهم ما يشفي الصدور ويذهب غيظ القلوب يا رب العالمين. اللهم أبطل سحر التخييل اللهم أبطل سحر التعطيل اللهم أبطل سحر التفريق اللهم أبطل سحر الأذية اللهم أبطل سحر الأذية والحرمان من العافية. اللهم يا من يزلزل الأرض زلزالها ويخرج من الأرض أثقالها اللهم زلزل ما عقد لهم من السحر وأخرجه من بطونهم وأجوافهم وأمعائهم وظهورهم ورؤوسهم وسائر أجسادهم. اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر مأكول أو مشروب أو مرشوش أو بخور أو معقود. اللهم أبطله وأحرقه وأخرجه من أجسادهم وبيوتهم ودوابهم ومزارعهم بقدرتك يا ذا القدرة والقوة المتين. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك
من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامات كلهن من شر ما خلق أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 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 اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل
أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر
إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. اللهم اشفهم وعافهم من العين، اللهم اشفهم وعافهم من العين، حرها وبردها وشدتها وبأسها وألمها ووصبها وأذاها وهمها وغمها وكدرها وضيقها، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشفهم وعافهم، اللهم اشفهم وعافهم، اللهم اشفهم وعافهم من عين معجبة ومن عين حاسدة ومن عين حاقدة، واشفهم وعافهم من عين مؤذية، واشفهم وعافهم من عين متسلطة، واشفهم وعافهم من عين عاشقة، واشفهم وعافهم من عين متجددة. اللهم احفظهم من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وعين العائنين ونظرة الناظرين، يا رب العالمين. اللهم إن كان ما أصابهم بسبب عين حاسدة فاللهم اشفهم وعافهم، فاللهم اشفهم وعافهم من هذه العين، وأزلها من أجسادهم. اللهم أبرد حرها، اللهم أزل همها وغمها، وأطفئ نارها وشررها. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، اللهم بارك لهم في صحتهم وعافيتهم، اللهم بارك لهم في أزواجهم وذرياتهم، اللهم بارك لهم في مساكنهم ودوابهم، اللهم بارك لهم في تعليمهم وتعلمهم، اللهم بارك لهم في أعمالهم ومصادر رزقهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما اختلف عليه الليل والنهار. اللهم أبطل أثر عين معجبة، اللهم أبطل أثر عين حاسدة، اللهم أبطل أثر عين حاقدة، اللهم أبطل أثر عين مؤذية، اللهم أبطل أثر عين متسلطة، اللهم أبطل أثر عين متجددة، اللهم أبطل أثر عين عاشقة، اللهم أبطل أثر عين مفرقة، اللهم عجل لهم بالشفاء واجمع لهم بين الأجر والعافية، واجعل ما أصابهم ويصيبهم من الهم والحزن والمرض والغم والعين والحسد مغفرة لذنوبهم وتكفيرا لسيئاتهم ورفعة في درجاتهم. اللهم اكفهم شر الحاسدين والحاسدات والحاقدين والحاقدات والعائنين والعائنات
والنافثين والنافثات والناظرين والناظرات والعاشقين والعاشقات يا رب العالمين يا رب العالمين يا قوي يا متين. اللهم أبطل سحرا عقد لهم للتفريق بينهم وبين أزواجهم. اللهم أبطل سحرا عقد لهم للتفريق بينهم وبين بيوتهم وذرياتهم. اللهم أبطل سحرا عقد لهم لحرمانهم من السعادة والعافية. اللهم أبطل سحرا اللهم أبطل سحرا عقد فذر في الهواء أو جعل في قاع البحار أو في وعر الجبال أو تحت الأشجار والأحجار. اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر فجعل في مشارق الأرض أو مغاربها. اللهم عليك بالساحرين والساحرات والعاقدين والعاقدات والرابطين والرابطات والنافثين والنافثات الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم رد كيدهم في نحورهم وسحرهم وأذيتهم على أنفسهم يا واحد يا قهار. اللهم عليك بمن جاء لهم بالسحر من الساحر والساحرة فجعله في طعامهم وشرابهم أو في فراشهم ولباسهم. اللهم عليك بمن تسلط عليهم وأخذ من شعورهم وأظفارهم أو من ملابسهم وآثارهم فذهب به إلى الساحر والساحرة فذهب به إلى الساحر والساحرة فذهب به إلى الساحر والساحرة ليضرهم ويؤذيهم ليضرهم ويؤذيهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أذهب أسماعهم وأبصارهم واختم على قلوبهم. اللهم أرنا فيهم ما يشفي الصدور ويذهب غيظ القلوب يا رب العالمين. اللهم أبطل سحر التخييل اللهم أبطل سحر التعطيل اللهم أبطل سحر التفريق اللهم أبطل سحر الأذية اللهم أبطل سحر الأذية والحرمان من العافية. اللهم يا من يزلزل الأرض زلزالها ويخرج من الأرض أثقالها اللهم زلزل ما عقد لهم من السحر وأخرجه من بطونهم وأجوافهم وأمعائهم وظهورهم ورؤوسهم وسائر أجسادهم. اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر مأكول أو مشروب أو مرشوش أو بخور أو معقود. اللهم أبطله وأحرقه وأخرجه من أجسادهم وبيوتهم ودوابهم ومزارعهم بقدرتك يا ذا القدرة والقوة المتين. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك
دينك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامات كلهن من شر ما خلق أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 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 اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين
فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون اللهم اشفهم وعافهم من العين اللهم اشفهم وعافهم من العين حرها وبردها وشدتها وبأسها وألمها ووصبها وأذاها وهمها وغمها وكدرها وضيقها يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشفهم وعافهم اللهم اشفهم وعافهم اللهم اشفهم وعافهم من عين معجبة ومن عين حاسدة ومن عين حاقدة واشفهم وعافهم من عين مؤذية واشفهم وعافهم من عين متسلطة واشفهم وعافهم من عين عاشقة واشفهم وعافهم من عين متجددة اللهم احفظهم من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وعين العائنين ونظرة الناظرين يا رب العالمين اللهم إن كان ما أصابهم بسبب عين حاسدة فاللهم اشفهم وعافهم فاللهم اشفهم وعافهم من هذه العين وأزلها من أجسادهم اللهم أبرد حرها اللهم أزل همها وغمها وأطفئ نارها وشررها اللهم بارك لهم فيما رزقتهم اللهم بارك لهم في صحتهم وعافيتهم اللهم بارك لهم في أزواجهم وذرياتهم اللهم بارك لهم في مساكنهم ودوابهم اللهم بارك لهم في تعليمهم وتعلمهم اللهم بارك لهم في أعمالهم ومصادر رزقهم اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما اختلف عليه الليل والنهار اللهم أبطل أثر عين معجبة اللهم أبطل أثر عين حاسدة اللهم أبطل أثر عين حاقدة اللهم أبطل أثر عين مؤذية اللهم أبطل أثر عين متسلطة اللهم أبطل أثر عين متجددة اللهم أبطل أثر عين عاشقة اللهم أبطل أثر عين مفرقة اللهم عجل لهم بالشفاء واجمع لهم بين الأجر والعافية واجعل ما أصابهم ويصيبهم من الهم والحزن
والمرض والغم والعين والحسد، مغفرة لذنوبهم وتكفيرا لسيئاتهم ورفعة في درجاتهم. اللهم اكفهم شر الحاسدين والحاسدات والحاقدين والحاقدات والعائنين والعائنات والنافثين والنافثات والناظرين والناظرات والعاشقين والعاشقات. يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا قوي يا متين. اللهم أبطل سحرا عقد لهم للتفريق بينهم وبين أزواجهم. اللهم أبطل سحرا عقد لهم للتفريق بينهم وبين بيوتهم وذرياتهم. اللهم أبطل سحرا عقد لهم لحرمانهم من السعادة والعافية. اللهم أبطل سحرا، اللهم أبطل سحرا عقد فذر في الهواء أو جعل في قاع البحار أو في وعر الجبال أو تحت الأشجار والأحجار. اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر، اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر، اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر، فجعل في مشارق الأرض أو مغاربها. اللهم عليك بالساحرين والساحرات والعاقدين والعاقدات والرابطين والرابطات والنافثين والنافثات الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم رد كيدهم في نحورهم وسحرهم وأذيتهم على أنفسهم يا واحد يا قهار. اللهم عليك بمن جاء لهم بالسحر من الساحر والساحرة، فجعله في طعامهم وشرابهم أو في فراشهم ولباسهم. اللهم عليك بمن تسلط عليهم وأخذ من شعورهم وأظفارهم أو من ملابسهم وآثارهم، فذهب به إلى الساحر والساحرة، فذهب به إلى الساحر والساحرة، فذهب به إلى الساحر والساحرة، ليضرهم ويؤذيهم، ليضرهم ويؤذيهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أذهب أسماعهم وأبصارهم واختم على قلوبهم. اللهم أرنا فيهم ما يشفي الصدور ويذهب غيظ القلوب يا رب العالمين. اللهم أبطل سحر التخييل، اللهم أبطل سحر التعطيل، اللهم أبطل سحر التفريق، اللهم أبطل سحر الأذية، اللهم أبطل سحر الأذية والحرمان من العافية. اللهم يا من يزلزل الأرض زلزالها ويخرج من الأرض أثقالها، اللهم زلزل ما عقد لهم من السحر وأخرجه من بطونهم وأجوافهم
وأمعائهم وظهورهم ورؤوسهم وسائر أجسادهم. اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر مأكول أو مشروب أو مرشوش أو بخور أو معقود. اللهم أبطله وأحرقه وأخرجه من أجسادهم وبيوتهم ودوابهم ومزارعهم بقدرتك يا ذا القدرة والقوة المتين. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك. بسم الله أرقيك. بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامات كلهن من شر ما خلق. أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. 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 اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون.